بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم يا رب، ولا يجعل الشيطان منها نصيب، تقبلها منا بقبول حسن برحمتي أرحم الراحمين. اللهم بحق ممشانا هذا إليك وبحق مقامنا بين يديك، أن ربنا لم نخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجنا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في البداية أنا صراحة سعيدة جدا بتواجد. أنا كنت ببقى تحت في الدور اللي تحتيك وتحت بدي في جمعية في دار. أول ما جيت وشفت المكان قلت حبايبي حبايبي حبايبي. يعني الموضوع اللي أنا حابة أتكلم فيه في حتة جزء هيفرح وفي جزء هيفضل يعمل لنا نغزة كده في القلب كل شوية. ليه النغزة؟ عشان نطلع. ودايما لما تجيلك النغزة دي افتكري القعدة اللي احنا قاعدينها واليوم الختامي في النجم الثاقب والنجم المتميز والحاجات التحفة. انا شفت البرنامج قلت ايه ده، البرنامج ده تحفة جدا، فين الحاجات دي واحنا كنا شباب وبنات؟ يعني الحمد لله الحمد لله انا عشت فترة من الجامعة فيها شغل الاخوات وشغل الدعوة وفيها نوع من انواع الحركة مش المتميزة المبدعة لأخوات وبنات كانوا في سنكم. واللهم بارك اللهم بارك. كان يعني همهم وشغلهم الشاغل كيف نوصل حب الله عز وجل في قلوب العباد. كانوا بيروحوا للملتزمين وغير الملتزمين. كان أثر الدعوة بتبقى أخت كده تقول وتقولنا بتوع سنة رابعة، احنا لسه أولاد بقى وداخلين وكتاكيت ومش عارفين حاجة، تخش الأخت بتاعت سنة رابعة تقول يا مين يعيدني تاني، يا مين يجيبني تاني سنة أولى بالفهم اللي أنا فهماه دلوقتي والوعي اللي أنا كنت أروح أكل الدنيا كلها وأعمل معرفش إيه حبا لله سبحانه وتعالى. تعلمت، وده الموقف اللي هبتدي بيه. وأحب دايما إن أنا أذكر المواقف دي. ليه؟ لأنها مش حفرت في قلبي، لا ده حفرت في قلبي وفي دمي وفي عقلي وخلتني يا رب أنا عايز أكون في طريقك تبع يا رب ما تبعدني عن الطريق ده. لان انا شفت الطريقين. انا مش طول عمري ملتزمه ولا طول عمري زيكم بسمع عن الله عز وجل. كنت اتمنى على الله ان انا ابقى في ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي حد يقول لي تعالي تعالى اما اقول لك على ربنا، تعالي تعالى اما اقول لك حديث النبي عليه الصلاه والسلام ده يدخل جنه، تعالى اما اقول لك ان في عمل دعوي كذا كذا وتاخدي ثوابه عند الله كذا 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 ولك اثر وتذكرك ملائكه الارض والسماء في كذا وكذا. كان نفسي، لكن انا التزامي كان على قبر، كان النص الثاني من سنه اولى جامعه. فانا عشت الفترتين. فما باجي اكلمك على حاجه صدقيني صدقيني انا بكلمك بامر انا دقته وعشته. مهما كان ساعات وسنين الضحك والفرفشه زي ما بنقول بالمصري والفنكشه وكل الهلس اللي ممكن تتخيليه بعيد عن جنب الله ما يجي. يعني لا، الصفر له قيمة بالسالب. في ركعة أو سجدة أو الساعتين بتوع الرباط بتوع القيام اللي احنا قاعدينهم في المسجد، أول يعني وقت. بص يا إسلام أنا هتكلم وحرن عليك في الآخر في الصور في الآخر، بس تدينا من الظهر عشان تمام وبعدين نتكلم على خواتي ماشي، ولو حصل اي حاجه هقول لك يعني خد لك صورتين تلاتة. يلا مع السلامه. من كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. يلا المهم نبقى عارفين عند ربنا جزاك الله خير. فاحنا عندنا احنا عندنا جزء هحكيه لكم كده في اول التزام. ما تخافيش اي حاجه هتطلع في الصور نسرين، بصي ما تقلقيش اي حاجه هتطلع في الصور هتروح، ما فيش انا بس تقلقيش. الله يبارك فيك. كنت ملتزمه بقالي اسبوعين، يعني انا التزمت في نص شعبان وبعدين جه رمضان ونزلوا بقى التراويح في المسجد وكده. تراويح طويله بيصلوا بجزء بقى ويا مش قادر. بس كان معايا شله من البنات. الشله ديت عباره عن يعني مش محجبات، انا فيهم الوحيده اللي قررت الحجاب، هم ما كانوش محجبات وهيصه كبيره بقى، هيصه كبيره.
وخروجات وبتاع وسفر. احنا كنا في اسكندريه عادي، من النهارده طقت في دماغهم يروحوا القاهره، طقت في دماغهم نطلع على الاسماعيليه، يعني هيصه كبيره كده وضحك وهزار وهكذا. اما جيت التزمت في رمضان قلت لهم ساح ياه تراويح ليه كبيره قوي كده؟ ليه عدد الركعات كتير كده؟ انا يعني صعب عليا. فيقعدوا يقولوا لي ايه يعني بس اصبري وبتاع وحول اسمع، اقول لهم انا مش فاهمه الايات، فمش ايه لحد السجود يعني كل ده وانت واقفه لحد ما بتسجدي فالدنيا بتتغير. وبعدين صلينا التراويح وبعدين جه الاعتكاف، فاحنا الاخوات بقى ايه واخديني خايفين، مش عشاني اه والله يا رب لك الحمد، والله يا رب ما كان عشاني، ده هم كانوا محاوطين بيا علشان ال 19 وال 20 اخت البنات اللي ما كانوش ملتزمين والتزموا بسبب التزامي، فهم كانوا واخديني كده 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 ما فيهاش فايده يعني، لا دي يعني لو قلعت خلاص يعني اعمل ايه، بس المهم نركز مع اللي حواليه. انتوا متخيلين يعني كانت الدعوه مش عشان، كان علشان البنات اللي معايا ما يحصل لهمش انتكاسه ولا يستركوا الصلاه والحجاب وهكذا. لكن ربك له شان، اه ربك اراد امر تاني. فصلينا بقى وبعدين الفطار وبعدين التراويح، خلصنا التراويح فخلاص رايحين ننام بقى. فالاخت قالت لي لا تعالي انت هتروحي في، قلت لها روح بقى عشان التهجد انام ساعه ولا ساعتين. قالت لي لا ده في درس تحفه قوي، ده الاخت دي بصي جايبه لنا درس ممتاز قوي، فهتقول لي. قلت لها ماشي. رحت لقيت صراحه كلامها حلو برضه، وعماله تقول كلام حلو، انا بحب الايه الناس الفرفوشه في الدعوه الى الله يعني، ما بحبش بقى ويا اختها وعليك لا يعني اتخض يعني، كلميني عن حب ربنا، كلميني قد ايه ان ربنا يريد لعباده التوبه، يريد لك القرب، ان ليكي مكان عند الله بس احنا اللي جهله مش شايفينها، ان مكان زي ده ومخيم زي ده وملتقى ثلاث ايام زي ده خطوات. تعالي تعالي عايزه جنه، تعالي ده في فردوس، تعالي تعالي اما اقول لي. فطبعا رحت بقى قلت لها، قعدت بقى معاها واسمع وكده، فكنت مبسوطه قوي. خلاص خلصنا خلاص فاضل، قالت لي خلاص فاضل ربع ساعه الحق الحق الحمامات، طبعا كده كده الحق اتوضي عشان التهجد. رحنا في التهجد بقى كنت مبسوطه قوي من التهجد. ليه؟ يعني هو بيقرا بايتين بس ممكن الايه ايه يعني تقعد ويعيط يقول يا صعبان عليا الشيخ ده قوي، وصوته شاب بقى وحليوه كده بس ما شفته وانا ما اعرفش حاجه يعني انا فاكره ان كنا نغض البصر على الناس كلها، لكن الاخوه لا يعني عادي دول اخوه بقى فلا ما كانش عندي اي حصيله صراحه. فبعدين ايه ويعيط اقول لها هو الشيخ بيعيط ليه؟ يعني ليه بيعيط قوي في الايات؟ قالت لي يعني عشان ايات جنه وكده ونار ويعني. قلت لها ماشي المهم انهم ايتين مش مشكله، بس طبعا بيطول. خلصنا التهجد يلا بقى هنتسحر وبعدين الفجر هنام بقى، ما خلاص بقى بعد الفجر انسي قلت لها لا ليه مش هننام ليه؟ قالت لي لا ده في بقى عشان نقعد بعد الفجر نذكر ربنا ونقول الاذكار فبثواب حجه وعمره تامه تامه تامه. قلت لها ايه تامه تامه دي ثلاث مرات؟ قالت لي هي الحديث كده. قلت لها ياه مع النبي عليه السلام؟ قالت لي اه. قلت لها ماشي. قاعده بقى ومش قادره خالص، قلت لي يلا يا هلا لمي البنات، البنات لما انت بتلميهم بيحبوا يجوا لك لمي البنات. قلت لها ماشي تعالوا يا عيال يلا تعالوا. جبت العيال كلها في المسجد يلا نقعدوا وقعدنا. خلصنا بقى وصلينا الضحى هنام بقى ما فيش نوم. قالت لي بصي الاخت اللي كانت واقفه على الرباط على باب المسجد، لانهم نساء نايمه جوه واخوات، فالاخت اللي كانت واقفه جالها ظرف فنزلت، فاحنا هنضطر نقعد للساعه 10 الصبح. قلت لها ليه؟ ل 10 الصبح ده لسه الساعه 6:30 وانا مش قادره وما نمتش لا ده كده كتير قوي. قالت لي طب بس تعالي بس معايا اما ايه؟ نتكلم انا وانت. قعدنا نتكلم نتكلم لحد ما بقت 10:30 والاخت جت استلمت منا وقعدت. قالت لي هلا. قلت لها تعبانه مش قادره. قالت لي نامي وابقى صاحي. قلت لها هتصحيني امتى؟ قرب العصر. ياك تصحيني الظهر. تصحيني قرب العصر الحق الظهر. قالت ربنا يسهل. المهم خلاص رحت نمت وانا مصدقاها، دول ما بيكذبوش بقى الملائكه الملتزمين الاخوات الحلوين دول ما بيكذبوش. طب صحياني ورحت الحمامات واتوضى وبتاع ومش عارفه ايه وراحه بقى عشان اصلي. قالت لي بقى ايه؟ من صلى اربعه قبل لا السنه. قلت لها اربع ركعات احنا ايه؟ راح صلاه العصر؟ قالت لي لا ده الظهر. قلت لها بالله الظهر يا شيخه انا مش قايله لك صحينا. قالت لي لا ده الظهر. فقالت لي هالة حاسه بتعب، فانا ضحكت
قلت لها لا، لاني مخي استقبل انه العصر، فانا نايمه مرتاحه يعني، فاهم؟ بصوا عملت لي كده، راح التعب والجهد وعملت لي كده وبقي الاجر بايديها كده. قلت لها اه. وهكذا كل تعب بيروح. لما نيجي بيقولوا يتكلمي عن النجم الساقط والمتميزين وبتاع، اسمعوا معايا بقى اخواتي، مفيش متميز بيوصل الا لما بيتعب. الراحة عند أول قدم في الجنة. عايزة تتميزي في دينك؟ تعبي. عايزة عند ربنا؟ تعبي. عايزة في الدنيا؟ تعبي. أنا عندي 4 أولاد، ابتديت دراسة في مريم رقم 3. كنت أعمل إيه؟ أروح أمتحن حقوق، أنا خريجة سياحة وفنادق، وعشان بقى أحضر دراسات شرعية، ما أنا مش أزهرية، فحضر دراسات شرعيه، فحضر دراسات الشرعيه يقولوا لي ايه روحي ايه تكوني خريجه حقوق واعملي شريعه اسلاميه وهكذا. رحت، فكنت بدرس حقوق في شهر 5، وامتحن امتحان القراءات في اول 7، وامتحان دور تاني اعداد دعاء، لان ما بخشش الدور الاول بيبقى عندي في اخر 7، واخر 27/8 كنت بامتحن التمهيدي، كنت واخدة دراسات إسلامية 4 سنين دمجاهم في 2 سنين، وكان معايا 3 أولاد، وما جاتش فاق كملت الحاجة. كنت أروح وأخد أولادي ونروح نحضر، فين يا أولاد ده في قالوا علم جديد ظاهر مش عارفة اسمه علم الإدارة إيه، والتان تعالوا نروح، ونروح نرجعوا عند بالقطر مثلا الساعة 11:30 بالليل، معايا الاولاد معايا بقى وايه هس، بس كنا بنعمل كل وسائل التربيه واحنا رايحين واحنا جايين. افتكر ان ما كانوا يضحكوا عليا، هو بعد ما شاب ودوك كتاب؟ قلت لها اه، اطلبوا العلم لو شوفي من المهد لله، ان شاء الله عندي 90 سنه طالما حاجه جديده. الناس دلوقتي تستغرب، انت جايه تحضري لنا؟ قلت لهم اه، مش بتقولي حاجه جديده؟ مش بتتكلمي حاجه عن الله عز وجل؟ اسمع، وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام راح سيدنا عبد الله بن مسعود وقال له ايه؟ قال له اقرأ علي، أحب أن أسمعه من غيري. مفيش حاجة اسمها أبقى نجم، حتى لو النجم ماشي وبعدين بعد ما غير مكانه اللي احنا بنشوفه في السماء ده مش مكان النجم، ده بعد ما مشي ساب مكانه مضيء، بقى هو خد مكان تاني، بس عبال احنا ما بنشوفوش وهو بيتحرك سريع جدا، لكن الضوء اللي احنا بنشوفه فوق في السماء ده بعد ما اتحرك مكان الضوء بتاعه، انت فين؟ أثرك ايه؟ ها ناخد الترابيزه الاولانيه، انت اسمك ايه؟ دعاء. دعاء، قولي لي يا دعاء، تحبي تعرفي عند الله عز وجل بايه؟ قبل ما تجاوبي هديكي فرصه تفكري، اسمعوا معايا، لكل عبد صيت في السماء، لك صيت في السماء، تناديك بيه ملائكه السماء، حتى عند الممات، فلان ابن فلان باحب الاسماء اللي كنت بتحبي تدعوها في الدنيا، والاحب عند الله. صاحبه قيام الليل، من صاحبة الذكر، صاحبة القرآن، صاحبة الصدقات الخفية، من صاحبة مساعدة الناس. في ناس كده بتقول لك لا عندي لا درهم ولا دينار، أنا عندي بس أكون في حوائج الناس، ده بس ده بسيطة. أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. يا أنت مين؟ ودايما نسأل البنات ده أنت مين؟ وعايزة يتنادي عليك بإيه؟ هاخد من كل ترابيزة واحدة، نجم، قولي يلا يا دعاء. القرآن والسيرة. حابة تعرفي باسم القرآن والسيرة؟ ايه ايه في القران؟ تعملي ايه يعني؟ القران تدبر. تدبر معايش مع القران، الحياه مع القران. خدتي تجربه قبل كده ولسه ناويه تبتدي؟ لا خدت الحمد لله، بدات يعني مشروع. قولي لنا ايه. يلا بقى دعاء، يلا بقى دعاء نسمع. اي حاجه تيجي على دماغك. هاي كتير بستشعر فيها الصراحه، فان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يعني في كل محطة في حياتي، سواء في الدراسة أو في حتى في الدعوة في القرآن، يعني بحس هيك لما الواحد يستشعر معية الله يعني بينجز أكثر، بيخلص أكثر لله. الله يفتح عليك. فهو نعم المولى ونعم النصير. ناخد حد من هنا، يلا الترابيزة دي. ايوه اي اللي تختار، يلا. كان الخوض في حوائج الناس، يعني الواحد يقضي حوائجهم. انك تقضي بيها،
مريتي بيها. اسمك ايه الاول؟ فاطمه. فاطمه، قولي لي حاجه مريتي بيها ولا ناويه لسه؟ هو يعني لما تشوفي انت اثرك او اشي عملتي لناس حتى لو بسيط، تصير تحسي انك انت يعني دورك انك تساعدي اكثر. الله يفتح عليك. شو ما عملت تحسي انه الاشي لا بسيط صار. في حاجه فاكراها تحبي نفتكرك بيها او الله عز وجل يذكرك بيها؟ ظنك والله حسيبك ولا نزكي على الله احد. يمكن للناس اللي ما عندها حد يساعدها اصلا، يعني مش الاشياء اللي هي يعني بس انها بسيطه هيك، لا شيء شخص ما عنده حد يساعده اصلا. فانت انا اكون الله عليك. مواقف بحد ذاته مواقف. الله يفتح عليك ويجعلك منهم اللهم امين. حلو حلو الامر ده. احنا عندنا جوائز يا بنات ورا، والله نسيناها في السيارة قدر الله ما شاء فعل. ايه نسوها خلاص، لكن ان شاء الله احنا نجهلكم على اسمهم المرة الجاية بإذن الله. طيب مين تاني يحب يقول لنا يا بنات؟ بسم الله. جبر الخواطر. اسمك ايه؟ اسمك وفاء. جبر الخواطر طبعا هو مجال عملي اللي انا بشتغله مع الايتام. حسيت اثره من سنين والحمد لله نتائجه يعني لسه عم تثمر بفضل الله سبحانه وتعالى. في موقف تحبي عالق في ذهنك تحبي تذكريه؟ عندي يتيم من الايتام اسمه، رح اذكر اسمه طبعا لانه انا كثير بعدها ذكرته، هذا الطفل يعني كانت من هو من الصغر كان عنده مشاكل بالعائله، وبتعرف طبيعي يتيم الاب يعني يفقد المعيل والاهتمام والسند. نعم. فكان هذا الطفل بده يترك المدرسه وخلص انه قرر وبده يشتغل وكذا، فانا حاولت اسانده لاخر يعني مكان، حاولت اسعى له بمدارس وكذا والحمد لله كفى لمرحله معينه لانه ما استطاع بسبب الفلوس المادي. نعم. لحد هلا بذكر يعني بقول هو هلا جديد سافر، حاولت اتصل فيه قبل ما اجي من لهون من يعني من شي يومين ثلاثه بالضبط، بقول لي انا مسافر ولكن شو، قال له انا ما تنساني دائما على تواصل معي، بقول لي ما بنسى جبر الخواطر اللي عملتي معي. هلا هو متزوج ولدي. الله. ولدان ما شاء الله. ولدي ولدان توأم ما شاء الله. فهو سبحان الله بعتبره انا هذا طبعا لكل الاولاد اللي ربيتهم وكبروا، فبعتبره عن جد جبر الخواطر يعني حتى لو بالكلمه. صحيح. والحمد لله هو من الشباب اللي بيقولوا لي يا امي، يعني انا رزق بالاولاد. يا سبحان الله. الحمد لله انا بعتز انه انا حبيبتي. حبيبتي الله يفتح بيك ويتقبل مني. ربنا يتقبل منك يا رب. حلو المعاني دي. مين تاني حابب يقول لنا؟ يلا قول. هاتي يلا. بحب يعني انادى في السماء بالبر بوالديها. ودائما كنت دائما ادعي ربنا انه ربنا يرزقني اعلى درجات بر والديها. يا رب. فمره حصل معي موقفين، موقف قريب انه امي وابويا كانوا مسافرين، فانا بحكي لبابا بقول لبابا ما تنسى تجيب لماما كرسي متحرك عشان ما تمشي في المطار كثير. انا حكيتها بشكل عفوي. ثاني يوم بتقول لي ماما انا امبارح طول الليل بترضى عليكي لانه انت تذكرتيني في هاي النقطه. فكثير استشعرت هاي الدعوه. في مره ايضا سابقه كنا قاعدين على البحر، فاحنا واقفين اخواتي هيك بنحكي وكنا في الشمس، فانا تلقائي كنت معي دفتر فوقفت هيك ورا ماما بظلل عليها، فصورتني وحده وكنا في جروب، فنزلت على الجروب بتقول لهم انا في حياتي ما شفت حدا بار بامه بهاي الطريقه. كل التصرفات كانت غير متوقعه وغير انه انا مفتعلها، بس من كثر ما كنت ادري انه ربنا يرزقني اعلى درجات بر والدي كنت استشعر هذا في التصرفات. الله الله عليك. الله عليك. ربنا يتقبل منك. جميل جميل صراحه للتحديد. لما احب نتكلم عن موضوع ان انا اخذ نوايا في عمل معين لازم لي ذات، يعني من اول دعاء بر الوالدين الايتام الصلاه القضاء الحوائج لازم ايه، هيجي وقت يعني العزيمه بتقل شويه النوايا بتعمل شويه، ايه الزاد؟ ايه الزاد اللي يخليني دايما الناس اللي ورا شايفيني ولا اقوم اقف؟ اقوم اقف. شايفين تمام، مش انا بصريه لازم اشوف كل الناس، حاجه مصيبه. انا شكلي مريم ممكن تزبطي الكاميرا انها اقف.
اما اقول انا محتاجه ذات، محتاجه ذات عشان افضل افضل مكمله. احنا بشر واحنا ما شاء الله الحريم الكيرف بتاعنا عامل كده، ودي حقيقه يعني. يطلع يطلع ايمانياتك عاليه وجايه من الملتقى بقى النجم الصف ايه، بصي اعلى كيرف، وبعدين ثبتي شويه، وبعدين حبه. لو ما فيش صحبه صالحه ما تقدرش ترتفعي تاني، يا تثبتي. الرجاله مش كده، الرجاله يطلع ببطء لكن نزوله صعب. عشان كده احنا ايه عاطفيين قوي، تقولي لنا حاجه بقى ونعيط ونتاثر ويبقى نبقى ما شاء الله علينا وايه. هو احنا كده. ايه الذات اللي يقدر يخليني دايما ان انا ساعه ما اجي اكسل او اعمل يدفعني دايما للخير؟ الذات اللي يخليني دايما انا في نوع من انواع الحركه الدايمه والهمه الدايمه والعزيمه الدايمه. ايه؟ مين تقول؟ ويكونوا فاكرين جاي اقول محاضره، احنا بنطلع الدرر اللي جواكم. قولي. يمكن الدعاء وقيام الليل. دعاء وقيام الليل. ارجع للاسباب اللي انا اخذتها عشان اسوي هذا الاشي. انا بعمل كده ليه؟ ارجع لنواياي، دي خطوه برضو. الدعاء وقيام الليل، ارجع للاسباب. ايه كمان؟ ها. الصحبه تعيني، الصحبه صالحه تعيني لما اقعد تاخد بايدي، ده سبب برضو. ها. الله اكبر، الله اكبر. اسمك ايه؟ ندى. اللهم اغفر لندى، قولوا امين. قلها الجنه بغير حساب ولا سابقه عز، واحنا معاها وكل اللي قال امين. هو العلاقه مع الله بتشمل ساعات ايه؟ بصوا، الدعاء، قيام، صيام، عمل صالح. هو إيه؟ ان انا اخد بالاسباب وارجع ارجع نواياي تاني. انا عامله الكلام ده ليه اصلا؟ لكن العلاقه مع ربنا هي اللي بتدفع. الصحبه الصالحه طبعا ده شيء اساسي. انا ساعه ما الاقي صاحبتي عملتي ايه كذا، اسكتي ده انا ضميري مقلبني، رجعتش الورد امبارح وتراكم عليا وردين وهكذا. ما فيش طريقه كده نقدر ناخد الاثنين مع بعض. طب وصحيني بدري نص ساعه، صحبه. خلي بالك كذا، لا والله يا رب ده انا شفت واحده، والله انا مره بس واحده ما اتكلمتش، اقسم يمين بالله ما اتكلمت، رفعت لي ايمانياتي 1000%. كنت في مكان خارج اسطنبول وبتاع مش عارفه ايه، وقالوا مزرعه وبتاع مش عارفه ايه، تعالوا علشان في مجموعه عايزين. طيب قلت لهم قدامي بالظبط ساعه الا ربع، انتوا احرار، هي ساعه الا ربع، لحقتونا لحقتونا لحقتونا. رحت ومسلم نسلم نسلم، وهي اول ما شافتني عيطت. طيب معيط بقى مع بعض، نقعد نبوس ونحضن ونعيط. ايش تكلمش؟ فانا استعجبت، فقالوا لي الدكتوره فلانيه. طب يعني دكتوره زي، عماله بقى مخ عمال يجيب هي ما بتتكلمش بقى، دكتوره ازاي، هل في معامله خاصه وكذا وبتاع. فبقولي لا 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 هي عادي بتتكلم وبتاع، يعني بتعرف تتواصل. قلت لها طب تمام، خليها تكتب على الواتس لو هي، انا مش فاهمه. فردت قالت لي ايه؟ هي عامله طاعه، بتجرب الطاعات المختلفه للانبياء. علينا يا رب، علينا يا رب. تلاقي ايه؟ قالت اني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. صايمة 3 أيام فخرج على قومي من غير، قالت لي بعد ما قالت لي راحة ما بعدها راحة. صحيح. بس تخيلي لا واتس ولا شات ولا بتاع ولا أي حاجة من أي حاجة، ولا بتكلم مع حد هي وبس وكده. في ناس ممكن تزود طاعتها بنفسها، وفي ناس من غير ما تتكلم ترفع لك كيرف إيماني. مجموعة صالحة كده زي المجموعة بتاعتكم العسولة دي، وراحت عملت ايه؟ قالوا احنا عايزين نجرب ان احنا نسجد سجده طويله شويه، وتبقى السجده طويله يعني. قالوا 10 دقايق، قالوا ماشي 10 دقايق خلصوا بسرعه. بصيش بسرعه يعني، انت قلتي كل الادعيه في اول 3 دقايق خلاص، وبعد كده نفسك بيروح مش عارفه في ايه، وقاعده ساكته بتاع حوالي دقيقه، هعمل ايه؟ لحد ما ربنا فتح عليه. اول اخت عملت قعدت كده وايه، قلنا لها لو تعملي يعني ايه خلاص يعني اطلعي هات الرقعه وبتاع وخلاص سلمي. واحنا كان معانا بقى زمان كده يعني تايمر كده، العيال دول لسه صغيرين البنات دول، فتايمر كده معانا ايه اساس ايه، خلص العشر دقايق تلت ساعه، لدرجه ان احنا بقينا نبص عليها كده على ظهرها بتتنفس ولا لا. بتتنفس يا جماعه، فتح عليها في الدعاء. ولما يفتح عليكي في الدعاء اعرفي ان ده بتقول انا كلنا مرينا، اللي هي بتقوله ده كلنا مرينا بيه. اول تا خلاص خلصت الادعيه بتاعتك كلها، فضلت بتاع
30 ولا 45 ثانية كده ما كملوش دقيقة انت واقفة بتقولي ايه، لحد ما مخك وعقلك وقلبك تيقن ده انا ما بين ايدين ربنا واقرب ما يكون والدعاء مستجاب، ادعي فيفتح عليك في الدعاء. ما كانتش عايزة تقوم من السجدة. كل واحدة فيكم هي أدرى الباب بتاعها ايه للعبادة. احنا ممكن نحب الصلوات كلها والطاعات كلها، لكن في اكيد حد في طاعة بتبقى احب الى قلبه فيها تعرف بيها، صيام قيام. لكن لازم نتفق على قاعدة ثابتة اساس، بالله عليكم يا بنات اسمعوني، لان والله انا كنت اتمنى على الله اقعد قعدتكم ده وحد يجي يقول لي ولا ضيع ولا ثانية ولا ساعة ولا سنة في معصية ربنا سبحانه وتعالى. الواحد بيفتكر دلوقتي بيشوف البنات اقول يا رب يا شفاء، هو ايه هي البنت لابسه قصير جدا، طب وسقعانه، ده احنا لابسين وكلاسين فوق بناطيل فوق بناطيل وبتبقي متلجه المس سقعانه. قلت لك يا ماما لا ده في شراب بيجي كده، الشراب جواه مبطن بس هو مبين ان هو لون الليل. لا لا الواحد بيقول يا رب لو ما كانش ربنا من عليه بالخير وان يعرف طريق ربنا كان هيبقى فين، يا نهار مهلك. كل واحده لها طاعه، بس خلينا نتفق على اساس وتبقى منه الانطلاقه الحقيقيه اللي هي اول حاجه صلتي بربنا. امرك ثابته يعني صلاتك على وقتها، يعني ما ينفعش يجي صلاه واحنا مؤخرين، يعني على الاقل كل يعني صلاه ما عدا طبعا المغرب والعشاء والفجر طبعا بيبقى اول 10 دقايق ربع ساعه بعد، ما تسوديش عن كده، راح اتوضى بتعملي. انا اعرف اخت والله وموجوده دلوقتي 20 23 تعرف كالاتي بكده، قلت لها انت اللي ينطبق عليك الايه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اخت ثانيه مقيم الصلاه بجعلني مقيم الصوم، انت نحسبك انت واهل بيت. لو انها بتاعتي يحب التوابين دي يجي الاذان تبص تلاقيها مشمره، راحه فين يا بنت استحمي مشمره وراحه تتوضى. قلت لها وانت لسه لا بحب دايما وضوء على وضوءه. الاخت الثانيه اللهم بارك اللهم بارك، هو ياذن هي جري. هتقوموا ولا كده هديكوا دقيقتين يلا عشان نصلي جماعه، جم ما جوش الله، فتلاقي كله بيجري عشان ايه عشان يلحق يصلي معاه. انت مين فين ثباتي؟ اجي نقول لك تقول لك ما هو تصلي فجر، يا نهار ابيض احنا لسه بنتكلم في فجر، احنا لسه بنتكلم في صلاه فجر وان ضاع فجر وضاع صلاه. لا لا لو انا عايزه ابقى نجمه في السماء ونجمه في الارض وعند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ده ثابت، الا اذا راح كده يعني قدرا مر على غفوتي، لكن بنتكلم لكن لا. واجي اشوف اخته واحسبها ومن بيت صالح وجات تقول لك ايه، لا نيجي نتكلم في سنن النوافل، لسه بنتكلم في سنن النوافل صعب الموضوع ده في ثابت. وردك من القران لو هتموت جنبك كده، واحنا ما شاء الله بقى بنبقى العيال وجنبينا وتقرا الورد وتنامي وتصحى الموت خلص الورد، اذكار الصباح مساء اذكار اليوم والليله كل الكلام ده، ففي ثوابت معمول. والحاجه اللي تميزكم بقى من الملتقى ده، اسمعي معايا اسمعوا معايا ايه اللي يميزني واطلع بيه وابقى فعلا انا يا رب حطيت النجم وان اكون منهم يا رب ومعاهم يا رب اللهم بعدي. اللي حضر في الاخر كانه حضر عشان بس ايه نبقى مع بعض صح. ايه اللي نعمله؟ ما يعدي يوم الا وانت عامله حاجه للعباد وعامله حاجه لرب العباد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ مفيش يوم يعدي من غير ما تتكلمي عن الله. سرين ما تيجي ما اقول لك عن ربنا كذا كذا كذا، ده ربنا قال اساسا. سمعت يا كتيتا يا دعاء تعالي ده انا سمعت كذا كذا كذا، ما تقرا النبي عليه السلام بيقول، ما تيجي نطبقه. كلمت مع اخته بتكلم اسكتي مش رحنا مش عارفه فين وفتحنا مش عملنا فين والريل الفلاني والقصه الفلانيه، شفت السناب نزل عليه شفتي مش قبل ما تكلمي، ما بقولكيش ما كان عيشي وبني طالما يعني المؤخاه وهكذا، لكن ما اختمش. تيجي نختم بحاجه لله، اوعى تختمي من غير حاجه عن الله عز وجل. قاعده اقول حاجه عن ربنا، اقول حاجه عن رسول الله وحاجه للعباد، يا بامر بمعروف يا بنهي عن منكر يا بمنع اذى نفسي عن الغير، وبشرك. طب ده الجانب القلبي، فين الجانب بقى البدني وفين الجانب الايماني وفين الجانب العملي؟ لازم اعرف حاجه عن كل حاجه. اجدع بنات شفتها حقيقه، ويعني لو كانت يمنى هنا تقول يمنى انا موديهم مع البنات دي وهم من ثالثه اعدادي وهم كانوا في جامعه وهي في ثالثه اعدادي معاهم، راحه تروح معاهم
ما يعدي فترة إلا بمهارة معينة. تحسب احنا مثلا هتعلم اسباني اخر 6 شهور، راح اتعلمت اسباني جبت الهدايا، طب اللي جاوب يعطيه يلا على طول، من حاجه بسيطه. لا لا ده يا مريم اهي، خد يا مريم تعهدت ال تتعلم مهاره، قلت لك لغه جديده. واخوات التانيين قالوا احنا سمعنا ان معهد من المعاهد الفنكوشيه كده كانوا بيعلموا علم معين، ما فيش الا هو كده. قالت انا هنوب عنكم واجي اعلمه لكم. راحت خدت الامر وراحت خدت اخواتها، تعالوا اتعلمنا 1 2 3 كذا، ادي الاداره، ادي التنميه، كيف اجمع ما بين الاداره والتنميه، كيف اجمع ما بينه وما بين السيره النبويه فيما قال الله وقال رسول الله. طلعوا كتاب قد كده، كلنا بقينا نروح ناخده عندهم، كتاب ما لا يقل عن 1300 صفحه. ايه الهمه دي؟ اما يجي نقول احنا سمعنا ان في هنا عمل خاص بالايتام، مش عايزين عمل تطوعي نبقى نروح نعمل لكم كذا، مش ناويين تيجوا تاخدوهم بهشه ولا حاجه، ناخدهم نعلمهم عن التفكر ونوريهم الورد وهكذا. لازم تبقي كده. منين ما تروحي الله شفته اهي كانت هنا، فين الاثر اهو، فين النجمه، مشي مش راحت مكان تاني، لسه مش عارفين هتعمل ايه، لكن اثرها اهو، مره من هنا وهذا اثر. وده الوقت، انا بقول لكم اهو يا رب بشهد عليهم، ده الوقت. اوعي تقول لما اخلص وسط جامعه وسط ثانوي سيبك من الحاجات دي. انا عندي بنات كانوا اعدادي وثانوي طالعين ماسكين، اول ما دخلوا اولى جامعه ماسكين الدفعه، ليه قلب تربين في المسجد، نزلوا في المجتمع ونزلوا عمل مش عارفه ايه ونزلوا كذا، دعكناهم في العمل العام، وبعد كده يلا كل واحد خلاص اساتذه. تيجي تتكلم فيها تقول لنا عايزين بس اما تيجي الشيخ الفلاني يكلمونا على الاخلاص. انتوا اللي بتقولوا اتكلموا على الاخلاص، وهم ما شاء الله عليهم. واحده منهم والله يا رب والله اشهد الله، عشان بقول لك انا كده ربنا كان جايبني جرجرا كده اهو، حط في طريقي ناس، واحده وماشيه مثلا الترام مثلا كان بالشيء الفلاني، يعني حاجه كانت بسيطه، والطلبه لهم تخفيض، ما تقدرش، ما معاش فلوس الترام، فحذائها متقطع، فاخت تشوفها فيجي لها الشهر تأسرها على نفسها وتجيب لها الحذاء. كان في فاكره كان في مسيره عندنا لمذبحه الحرم لابراهيم، شوف انا عجوزه من زمان قوي، وبعدين جم لموا تبرعات، والله يا رب انا شفت هذا الامر بعين. الاخت ديت مخطوبه من سنه اولى ثانوي لابن خليل مخطوب، وبعدين ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يعني على قد شغال بقى هنا ويعمل هنا وبتاع، وهي اللهم بارك حامله لكتاب الله تعمل لدين الله، كانت تسجل شرايط القرآن للأخوات وتبعتها، زمان كده كان كاسيت عندنا ما فيش، زمان كده وتبعت الشرايط للأخوات، رأيتها تتبرع بما تملك فقط، الدبلة بتاعتها ما فيش شبكة وما معهوش، هي الدبلة بس برعت لها في تبرعات لفلسطين في يوم مذبحة الحرم لإبراهيم قدامي 5 دقايق ما تقلقيش. لا عشان التكريم حاضر 5 دقايق. فراح بعد لما اتبرعت واحنا بنوصلها الاقيها بتجيب من محطه الرمل دبله فالصو مش حقيقيه عشان ما تروح لاهلها، وقالت لي اكتمي عني، قلت لها هكتم عنك لكن هحكي القصه للعبره وللعزه بدون اسماء. الناس عندها ايه؟ انت فين؟ احب اختم بده، ما يعدي يوم من غير حاجه لله عز وجل، وحاجه للرب وحاجه للعباد، عملتها لده وقدمها ربنا سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح بيكم ويجعلكم يا رب نجوم متألقات اللهم امين، ويعرف بكم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اللهم امين يا رب، واحنا معاهم يا رب، واجعلنا لبنه في النصر يا رب والخلافه اللهم امين. جزاكم الله خيرا.